الأسواق العالمية. ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا بك معنا أستاذ نور الدين. نبدأ من هذا الكم الكبير من البيانات الأمريكية، كيف تقيمونها وهل فعلا سنذهب نحو رفع أسعار الفائدة قريبا؟ نعم، أرقام مبيعات التهجئة نوعا ما تعتبر إيجابية بعد تعديل الأرقام السابقة نوعا ما، لكنها أقل من ما كان ينظر إليه الفيدرالي على المستوى السنوي. هذه من جهة. أرقام التي لم تساعد الدولار نوعا ما، التي كانت هي طلبات الإعانة بسبب البطالة انخفاضها قليلا ب5000، لكن الشيء الأهم كان عندنا لدينا مؤشر أو الواردات الأمريكية ومؤشر أسعار الواردات الأمريكية انخفض بشكل حاد. هذا الشيء الذي قلل من توقعات الأسواق بأن يتم هناك رفع أسعار الفائدة، لسبب أننا أيضا بنفس هذه الأرقام تشير إلى عدم وجود مخاطر تضخمية على الأقل في الوقت الحالي، طبعا بدعم أيضا من انخفاض أسعار الطاقة والسلع بشكل عام. لذلك في الوقت الحالي لازلنا نستبعد نوعا ما رفع أسعار الفائدة، ونبقي أيضا المزيد أو ننتظر المزيد من الدلائل حتى تحديد فيما لو بالفعل سيكون هناك لدينا رفع لأسعار الفائدة. لذلك نحن حياديين حتى ذلك الوقت، حتى نشهد أو المزيد أو ننتظر المزيد من الأرقام، خصوصا تقرير الوظائف لشهر أغسطس. لكن إلى الآن لازلنا نرجح نوعا ما كفة عدم رفع أسعار الفائدة، خصوصا أنه حتى قرار البنك المركزي الصيني الذي تم يوم الاثنين أيضا لا يشير أيضا على الأقل أنه سيكون هناك لدينا رفع لأسعار الفائدة. إذا أردنا أن نقيم قليلا سياسات الفيدرالي، السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي الأمريكي، هل جاءت بنتائج إيجابية فعلا على أرض الواقع؟ وهل ضعف الدولار مؤخرا كان داعما للتجارة الأمريكية؟ ليس بشكل كبير. إذا نظرنا مثلا على معدلات البطالة من جديد، الانخفاض الذي شهدناه منذ الأزمة المالية العالمية إلى الآن يأتي بدافع من انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل. كان لدينا خسارة أكثر من 13 مليون وظيفة أو حوالي 3.1 مليون وظيفة من ناحية القطاع الصناعي، بينما أضاف الاقتصاد الأمريكي بذلك الوقت حوالي أو خلال فترة ما بعد الأزمة حوالي 4 مليون وظيفة ذات دوام جزئي. أيضا لدينا استمرارية في الارتفاع في المخزونات، لدينا ارتفاع في الاسعار وان كانت على مستوى يعني الرنتنج او اللي هي الايجارات بالنسبه للبيوت او حتى المبيعات بالنسبه للبيوت، بالاضافه نعم. حتى الى الفود برايسز او اللي هي اسعار الغذاء. فهذا الشيء لازلنا يعني نوعا ما هناك نظرة غير واضحة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، بسبب هل هو بالفعل قوي ليستطيع رفع أسعار الفائدة. إذا ما قارنا الناتج الإجمالي في الربع أو نصف الأول من العام الجاري هو 1.45، العام الماضي كان 1.85. وخطوات الصين نحو خفض قيمة عملتها، هل تقيمونها في إطار حرب العملات؟ هل هناك مساع فعلا لمحاربة الضعف النمو والتباطؤ؟ وكيف ستكون نتائجها؟ نعم، حرب العملات ليست بالشيء الجديد، هو شيء متواجد لدينا منذ الأزمة المالية العالمية إلى الآن. لكن الشيء الذي نريد أن نؤكد عليه في ADS Securities أن خطوات الصين التي اتخذتها خلال الأيام الماضية تعتبر أحد الخطوات الاستباقية لشيء مهم جدا أو التحضيرية لدخول اليوان كعملة احتياط في سلة العملات العالمية الـ SDR خلال قد يكون العام الجاري أو العام المقبل. هذه من جهة. الجهة الأخرى أيضا التباطؤ في الاقتصاد الصيني لا زال يعتبر تباطؤ صحي جدا، لأنه شهدنا حمل للاقتصاد العالمي من قبل الصين طوال فترة ما بعد الأزمة. نعم. الانخفاض الحالي هو أحد الدورات أو التراجع الحالي أو التباطؤ الحالي هو أحد الدورات الاقتصادية التي يجب أن تمر بها الصين قبل أن تعود للنمو من جديد. وبالنسبة لأسعار الذهب، ارتفاعاتها الأخيرة، علما أنه اليوم شهدنا تراجعات، ولكن التعافي هل سيستمر أم قد نرى من جديد انخفاضات لأسعار المعدن النفيس؟ نعم، هناك في شرط مهم جدا، أن تبقى الأسعار فوق 1087 هو الشرط الذي يبقي النظرة إيجابية فوق هذه المستويات أو فوق مستويات الـ1000 دولار. أما الشرط في أن نشهد المزيد من الانخفاضات هو فيما لو أغلقنا أي شهر دون مستويات 1087. لماذا؟ لأنه هذا الرقم يشكل مستوى التصحيح بواقع 50% من الارتفاعات التي شهد الذهب على مدار 12 عام. المستويات هذه عند 1087، فيما لو تم إغلاق شهر وحيد دون هذه المستويات قد نشهد مستويات ما دون الـ1000 دولار. لذلك التحرك الذي شهدناه من مستويات 1087 بالتحديد، لم نشهد أي إغلاق يومي أو أسبوعي أو شهري، وهذا الشيء الذي أيضا دفع الأسعار مرة أخرى يوم أمس إلى حوالي 1226. طبعا أيضا هناك محفزات أخرى لذلك، اللي هي مشتريات الصين أيضا وأيضا تحركات الصين نحو تخفيض العملة. لذلك المهم من المتداولين متابعة مستويات 1087 مع إغلاق كل شهر.
كبير استراتيجي الأسواق في أي دي أس سيكيورتيز نور الدين الحموري، شكرا جزيلا لك. ختام أخبار الاقتصاد.